حاولت بكل جهدها أن تطبق هذه الإجراءات، في تقديرك هل نجحنا تقريبا ولو بصفة جزئية في كسر حلقات العدوى، مع الإشارة أن التلقيح مش موجودة خلال الأيام السابقة؟ الحجر الصحي في وضعية مثل هذه يولي إجراء ولا بد منه، ويلزم معناها المجتمع الكل يتعاون على النقطة هذه، سلطة وعامة الشعب والمجتمع المدني. ما نلقاوش ناس تتكلم لا احنا ما نحبوش الحجر، وناس تقول لا احنا نحبوا الحجر. يلزم نمشي والشعب الكل يمشي في اتجاه الحجر، وننجموا في الايام هذه اذا كان نعملوا نهارين ثلاثة ايام ننجموا ان نكسروا هذه الحلقة، ونجموا معناها نقصوا من عدد عدد الاصابات كي نقص من 9000 تقريبا و800 وصل الى 6000، وعدد الوفيات من 194 تقريبا ل 144. هل هذا نتيجه ربما الاجراءات المتخذه ام اكيد اكيد انه نتيجه الاجراءات المتخذه هذه؟ لكن راهو فيما يخص نسبه الوفيات، فيما يخص نسبه الوفيات في تونس، هذه حاجه مش الناس لم تنتبه. سنه 1920 في الموجة الأولى كانت عندنا 45 وفاة على 900 إصابة وقتها، يعني نسبة الوفيات كانت تقريبا 5% 4% 5% في تونس. وهذا ليس نتيجة أنه إحنا عندنا سلالات خبيثة أو سلالات خطرة، وإنما ضعف وعجز المؤسسات الصحية. يعني علاش احنا على 900 يموتون 45 في الموجه الاولى؟ علاش؟ الركب في العالم هو بين 1 و2% اللي يموتوا، احنا عندنا 4 على 5%. اليوم احنا عندنا اكثر من 16000، عندنا قريب ال 500000 اصابه، 16000 ميت، يعني النسبه 3 الى 4% من اعلى النسب في العالم. علاش اليوم رضعنا عندنا احنا يموت؟ مش لخاطر السلاله خبيثه، لخاطر لا بريزون شارج في المستشفى ضعيفه جدا. يعني كان من لم يتساءل حتى علاش احنا اعلى نسبه في العالم، علاش في الوفاه؟ ليه لم يتساءلوا المره الاولى؟ سكتوا. علاش؟ لانه ثم اطراف من الثوره المضاده واطراف من داخل الدوله العميقه في قطاع الصحه تراهن على انه قطاع الصحه هذا باش يضرب الثوره ويضرب مكتسبات الثوره اذا كان جي معناها وباء كما هذا. نعطيك مثال، لما يصير زلزال والبناية تبدأ ما هيش مبنية علميا، أو يجي فيضان والبلاد ما يبداش عندها ديستركتور باش تهز الماء طبيعيا، باش تكون كارثة في البلاد. احنا كاكا جانا وباء ومستشفياتنا طلبنا الاتحاد الأوروبي من سنة 2000 باش نصلحها، طلبوا من بن علي باش يصلحها، وشرع بن علي في الاصلاح، لكن الاصلاح تعثر بعد الثوره وقعد غادي. انا نحب نفهم كيفاش الثوره المضاده ما تحبش تستثمر في قطاع الصحه، شنو مشكلتها مع قطاع الصحه؟ هي لانه تحب تخمج الوضع الاجتماعي في البلاد لعل تثور تصير ثوره تطيح السيستم هذا. هو البعض الاخر يتهم القطاع الخاص بمحاوله تعفين الصحه العموميه. هذا هو معناه. لا توا يقولوا فرامليه ولا طب ولا تقنيين يحاولوا باش يفسدوا مثال اسكانير باش يبعثوهم للقطاع الخاص، يحاولوا انه يبعدوا المواعيد. هذا مشكل القطاع العام. هذا مشكل القطاع العام، لانه 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 ثم قانون، ثم امر رئاسي عمله بن علي وقت الفساد الكبير، وقت بدا الفساد في التسعينيات، اعطاه امر يعني اشخاص في الوظيفه العموميه اعطاهم الحق باش يتقاضوا اموال من عند الناس في المرفق العمومي مقابل خدمة عمومية. هذه ما هي موجودة في حتى مكان في الأرض إلا في تونس، وما هي موجودة في الإدارات التونسية، موجودة كان في قطاع الصحة. أتصور أنت قاضي يأخذ الفلوس من عند الناس، ولا ديوان يأخذ الفلوس من عند الناس، كيفاش الطبيب يأخذ من عند الناس في فلوس من عند الناس في السبيطار؟ نعم، هو تعرف سي محمد الاتهامات اللي توجهت مثال لعدم إقامة ولا عدم احترام الأجال لإقامة المستشفى الميداني في المهدية. علاش ما تعملش المستشفى الميداني المهدية اللي هو كان هبة أمريكية ومجهز تقريبا بأحدث الآليات والتقنيات؟ يقال أن القطاع الخاص هو من عطل إنشاء هذا المستشفى الميداني باش يخدم هو، وهذه اتهامات يحكيوا عليها القطاع الخاص عن طريق الدولة العميقة في القطاع العام الصحي. نعم.